كنت انا سألتك قبل كده على ان الناس بتشوفكوا كتير قوي على الفيسبوك وعلى انستجرام وكده، بيرقص حواليكوا راقصات وبتاع. وبعدين سمعت ان انت على المستوى الشخصي، كنا قاعدين دلوقتي فقلت لك مراتك فين، قلت لي لا ما ينفعش تنزل هنا، فمامتك قالت لي ما ينفعش تعدي في رجالة كتير قوي وبتاع. فحسيت ان انت يعني محافظ زيادة عن اللزوم، يعني ما انا ست متجوزة اهو وعادي قاعدة، لكن انت مش عايزة حتى تعدي. فمنين بقى بتطلع حواليك راقصات وبتاع، ده شغلي. وبتدي انطباع للجمهور ان انت أنا يعني عمري ما متفتح ومش عايز مراته تعدي أنا تعدي؟ عمري ما ما فكرت إن أنا تبقى رقص تطلع معايا في أغنية خالص. ما مين اللي بيشور عليك عمر الشورى دي؟ أه عمر؟ أه وأنا قلت لعمر بلاش، إحنا كده كده الناس بتحبنا من غير أي حاجة. عمر عاشق الترند ده. هو لا، عمر مضروب بحاجة اسمها ميديا. ايوه بقولك عاشق الترند أه ده. 24 ساعة على الفيسبوك، ما هو حياته كلها الميديا. وصح، لان هي الميديا هي اللي جايه، يعني السوشيال ميديا هي اللي جايه يعني. مش قوي، ما ممكن مش شغل الميديا دي توديك في داهيه فانت اصلا. عمر يعني بتسمع كلامه هو ايه عبيطه، هنعمله الحاجه دي حلوه خالص. انت ليه؟ شايف بتسمع كلامه ليه؟ بتثق في؟ مش بثق فيه انا طب هو بعد ما عملها قال يا ريتنا ما كنا عملناها. انا فكره ما بقولش انه غلط ولا صح، انا بحب اعوده لحد انا الاخر. بقول ان الناس واخده فكره ان انتوا ناس يعني ايه بقى متفتحين بقى، وبتغنوا في اماكن بقى سهر وحواليكوا رقصات، وانت مش عايز بس اهل بيتك يعدوا الناس تشوفهم. عادي. لا يعني قصدك دمك حامي يعني، ايوه انا اصلا مش زي ما الناس فاهمه يعني. لا، يعني مش ممكن مثلا تتجوز رقصه في يوم من الايام؟ الناس كلها كان بيقولوا بيحسبوني ان انا متجوز رقاصه. ليه؟ رقاصه؟ لا انا بعمري ليه كانوا بيحسبوا كده؟ ما في، حتى وانا في برنامج كده من غير ذكر اسامي بيقول لي المدير المذيع كانت بتقول لي انت متجوز رقاصه. قلت لها لا، انت ما تقدرش تتجوز رقاصة؟ لا ما اتجوزهاش، لو ما ينفعش. يعني تغني وهي واقفة جنبك، تشترك في ان الناس تشوفها، لكن ما تتجوزهاش، لا اللي هو بقى هو بمنتهى التناقض ما ينفعش. يعني. انت لو موافق عليها بتعمله، يبقى تبقى معاها، هي لكن فنها كده. فنها. طب ما انت قلت فن اهو. ايوه فنها كده، بس انا ما اتجوزهاش. ما ترضاش. لا ايه بقى حكاية الفيديوهات اللي بتطلع كل شوية تقول الجواز وحش، الجواز وحش، الجواز وحش؟ انا عايز اشوف، انا كان نفسي اسألها بصراحة، انا الترند لازم اشوفها بره الكاميرا الترند اسألها. الترند؟ لا يعني هي ما بتدخلش عليك تقول لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله زعلت لي. بتزعق بقى، بتزعل، بتزعق بس؟ بتزعل. سيبش البيت يعني، ولا بتطلب الطلاق ولا اي حاجة؟ لا ايه بتزعق تقول لك ايه يعني؟ ليه بتعمل كده وليه ومش عارف ايه. بتطلع تقول يا جماعة اوعوا تتجوزوا وانت في اول شهرين في الجواز؟ ايوه والله بنصح الشاب. لا يعني انت اصلا فعلا بتقول كده فعلا، ولا عشان تركب الترند؟ قول الحقيقة. بص عشان هبوظ له، هبوظ له الترافيك. لا انا بحبها، بقى بحبها، بس كلمتين بقول لكل حلوين بقى. شاب برضو انت ما تاخدش اللي غير اللي انت بتحبها. انا اتعرفت عليها ازاي؟ هي مثلا طلعت سواد. اتعرفت عليها ازاي؟ والدتي نسيت اسألها دلوقتي. يعني هي جابتها هي لك كانت يعني؟ مع في المستشفى، وقابلت والدتها وهي كانت مع والدتها وتعرفوا على بعض. ايه ده؟ يعني هي كانت في اوضه ووالدتها في اوضه وتعرفوا على بعض في مستشفى؟ لا هو انا كنت مش عارف، امي كانت بتزور حد في المستشفى وقابلتها هي ووالدتها هناك. بيزوروا برضه نفس الحد؟ وجت قالت لك ايه بقى؟ لقيت لك قالت عروسه؟ لي جبت لك عروسه وبتاع، ايه اللي عجبها فيها بقى؟ اللي هي بقى هاديه. هي انا مراتي هاديه، مش تحت مشاكل والكلام ده. وحلو. وانت بقى وافقت عليها على طول كده على ولا؟ طول. بس انت كان في موضوع قبل الموضوع ده؟ لا ارتباط بحد قريب فنان او حاجه، ولا دي كانت اشاعه؟ لا ولا عينيك بتكذب موت؟ اشاعات والله، عينيك راحت كده؟ والله ابدا. ما كانش في علاقه بينه واحده قريبه فنانه كده من الفنانات، لا هم كانوش طلعوا. انا موافقين عرفت انت وبتاع؟ بتتكلم على كانوش مين. موافقين مين وبتاع؟ ما يوافقش؟ طيب لا، الكلام ده ما ماشي. تقدري تقولي عكس الكلام ده. هما كانوا عايزين وانت ما وافقتش ليه بقى؟ كده عشان اهلها برضو؟ لا، حرية بقى، دي حرية شخصية. لما شفت جابتها ازاي يعني، اتقابلتوا ازاي؟ تعملنا ازاي بقى؟ قالت لي انا جايبه لك عروسه وبتاع. قلت خلاص ماشي. فين؟ خد الصوره. هي رحت شايفها. طب يلا بينا، يلا بينا. رحت رايح متقدم لها على طول بالصوره؟ ما كلمتهاش؟ ما كلمتش معاها؟ لا
بجد. طب افرض كلمتها كانت مثلا اي حاجه دمها تقيل. لا 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 لا، من ما انا الصوره خلاص رحت. بقى بعد خطوبه بقى انا بقينا نتكلم. خطبت انا مش قد ايه بقى؟ مش هتكلم من وانا ما عملتش اي ايوه رسميه. اتخطبت قد ايه؟ خطوبه قد ايه؟ بتاع 6 شهور كده ولا 5 شهور؟ كانوا كفايه؟ اه حلوين بقى، ما كتر الخطوبه هي اللي بتجيب المشاكل والعكننه والعرك. واحد يقول لك انا هو هخطب، انت فعلا ما تعرفش ايه هو الباتون صليه ولا انت يعني لا هي الكلمه علقت مني، لكن انت كنتش يعني بدل ما تعرفه، اقول باتون سليل رحت قايل باتون بلي بالسمسمات. لكن انت يعني ما هو انت لو حابين الترند قوي كده كل اللي فعلا ما بتعرفش تقوله ما بتعرفش تقوله ولا بتمثل انك لا كنت لا تقوله. بتعلق ساعات مني. بس انت ما تعرفش كنت الباتون صليه ده ايه، لا ما كنتش تعرف. ها لا وما سالتش قبل ما لا 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 يعني هو بيقول لك الاغنيه ما سالتوش ده يعني ايه؟ لا، انت تعرف دلوقتي هو يعني ايه؟ اللي هو بقسماط باين. اه البقسماط، هو اسمه بقسماط ده، هم بيرقوه بقى لا بيقولوا مش باتون سليم. يعني هو زي البقسماط اللي هو بنجيبه في العيد ميلادات ده الطويل، انا ما اعرف ده بقسماط ده، مش بقسماط بتاع خلاص هو الفرن انا يعني. عندي لا اسمه بقسماط. هو لو كان قال لي كان هو احسن. قال لك بقى ساعتها قبليها انه بقسماط لا لما نزلت بقى الصور بقى على النت لما لقيتهم حاطين كافيه وبقسماط محطوط يعني انت وانت بتغني الاغنيه باتون في باليه فيها محل مشهور عندنا هنا في اسكندريه منزل بقسماط مكتوب عليه باتون باتون باليه بالي. بجد والله. هو والله ايوه انت وانت بتقول باتون باليه دي بقى ما سالتوش ايه هو ايه ما الباتون ساليه ده؟ سالتوش، والله العظيم والله ما سالته. يعني انت بتغني اغنيه من غير ما تعرف معناها؟ لا بس لو في كلمه مش جايه معايا ما بغناش. مغنيه الباتون باليه ده ولا لا؟ لا غير وخلاص غير طبعا، قلت باتون سليم.